معاكو، وقالت أنا لازم أطلع أشكر كل واحد دعالي واتمنى لي الخير واتمنى لي الصحة. هي في اعتقادها إن هي كانت في عالم الغيب والشهادة، ودعوات الناس هي اللي نجتها، دعوات الناس هي اللي ردت فيها الروح. النجمة ياسمين عبد العزيز بعد انقشاع الغمة، انقشاع الله العظيم كنت صعبة، عارفاك هتتريقي، اتريقت جوا نفسي. النجمة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز في الفترة اللي فاتت ما كانتش لوحدها، بخلاف الأهل والأسرة والأحباب كان معاها شريكها وحبيبها وزوجها النجم أحمد العوضي، اللي مش بس كان بيشاركها في الفترة اللي فاتت، إنما كمان كان شريكها في مسلسلهم الأخير الناجح جدا اللي ملوش كبير، غزل والخديوي. غزل هي السيدة اللي تبان قوية جدا بل ومفترية، إنما في واقع الأمر هي كل يوم بتضرب من جوزها، هي كل يوم خايفة أنه يتعدى عليها. تركيبة مختلفة قدمتها غزل أو ياسمين عبد العزيز. الخديوي هو الرجل اللي بتستعين بيه غزل لقتل زوجها. الخديوي رجل خارج عن القانون، إنما بتحكمه كده مجموعة من التفاصيل اللي بتشكل منه معلم ابن بلد. كل العبارات اللي قالها الخديوي في المسلسل بقت على ألسنة الناس. أحمد العوضي في دور الخديوي قطع مساحة كبيرة جدا من النجاح والنجومية، وكل المصطلحات اللي قالها في المسلسل بقت الناس بتقولها، بقت مكتوبة على العربيات وعلى الكشاك والمحلات والتكاتك. على الله حكايتك يا ست، وحش الكون، هدي دنيتك. وغيرها من المصطلحات اللي بقت الناس بتقولها بإعجاب. قدم شخصية بنجاح كبير جدا أحمد العوضي في دور الخديوي. روح للي قويك وقولي له سيف الخديوي عمل معايا كيت وكيت وكيت وكيت، ألف من يدله على طريق. على الله حكايتك. مفيش فلوس مفيش اعتذار، واخرك وهاتي. طب ادي دنيتك وحش الكون. بقول لك يا مستر ايجنت، انا ممكن اعمل عليك نمره، بس انا راجل نمرتي تقيله هتحملها. عارف ليه يا ضن علقتك وما رضيتش اموتك؟ عشان الطحين احلى من الكباب. لولا ان نزلتك وفجرك كنتش نولت الشرف انك تموت على ايدي. دقات قلبك انا سامعها من عندي. سيف الخديوي، يعني انت ممكن تقبلي انك تتجوز العبد لله؟ انا خلاص بقيت فاهمك. انا لو عليا مش عاوزك تغيب عن هنا لحظه. انا بعمل كل ده عشانك. عسى لو وحش الكون، انا بس اسمحك تديني فرصه تانيه وانا اغير من نفسي. ازاي طلع وانا نازل ابقى مجرم في عيون الناس؟ يخافوا مني بس عمرهم ما يحبوني. انا بحبك زي عيالي ويمكن اكتر منهم كمان. انا خايف اسيبك، سامحيني يا غزل. على الله حكايتك يا سيدي. الخديوي احمد العوضي. الخديوي أحمد العوضي النجم واسمه الحركي الخديوي. أهلا أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا يا بطل. أهلا والله. إيه بطل؟ حب روق عليها بس. اهلا اهلا والله العظيم. اهلا بيك يا استاذ. الحمد لله. ازيك يا استاذ احمد؟ الله على الله حكايتكم. المدام عيطت كتير، نكدت عليا. قالت لي ليه يا منى كده؟ قطعت كتير قوي. كنت انتوا هتلقفوا لبعض؟ معلش انت مصدق ان انا اللي عيطت؟ اصل عيطت بقى لها اربع شهور بتعيط، فانا لما صدقت يعني الدنيا فكت معاها. انتوا هتضيفوا عليا؟ هي التجربه كانت صعبه وصحت شويه وعيطت شويه، وبعدين قالت لي بصي انا ما اقدرش اعيط اكتر من انا عياطي محدد الوقت، ما اقدرش على النكد. انا ما بحبش النكد. ده حقيقي. خلاص بقى
اللي حصل حصل الحمد لله. الحمد لله. بقى زي الفل دلوقتي الحمد لله، ورجعت اهو وحش الكون. الحمد لله. ما الكلمه دي اللي جابتني القط، قعدت اقول له وانا في المستشفى وانا بقى فاهم اخويا، قعدت تقول لي وحش الكون وحش الكون، لو كنت حاسب الكون كله واروح. ده حقيقي ده حقيقي. لا احسن يعني موقف غريب جدا حصل لي وهي في المستشفى، فانا نازل في الاسانسير في المستشفى، فست يعني ازيك يا ابني؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي ليه كده؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي قعدت تقول لها وحش الكون لحد ما البت خلصت. يا عيني. قلت لها طب انا يعني هي شايلتني انا الموضوع والست زعلانه مني حقيقي. قالت لي ما هو برضه خلصت بسببك. انت ترى والله انا ما يعني ما لا ذنب، بس ان شاء الله هتقوم بالسلامه ما تلاقيش وكده. بس هي قالت المسلسل خلص من هنا وهي دخلت يا عيني من بس الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمها وبتزلف زي الفل اهو.